خلينا نبدأ مع حضراتكم حلقة النهاردة من صباح الخير يا مصر بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح، ومن أهمها اجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم. كل سنة وحضراتكم طيبين. أيضا إصدار سيادته عدة توجيهات، منها تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع سعره، أيضا سرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم. وقد عرض السيد وزير التموين في هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكدا توفرها بالكميات المناسبة للمواطنين. وقد وجه السيد الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر. كما اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر مع قيام مباحث ومفتش التموين بالتأكد من التنفيذ. كما وجه السيد الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت ممكن. وأضاف المتحدث الرسمي أنه في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، فقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصة القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية. ومن الأخبار كمان اللي حصلت امبارح، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من مقاتلي قوات حرس الحدود، وده في إطار اللقاءات اللي بتقوم بيها القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل التواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات اللي بترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات. وده كان بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة لعدد من قادة القوات المسلحة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي قوات حرس الحدود، والذي يأتي في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات. وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عماد اليماني قائد قوات حرس الحدود، والتي أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير قوات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة لإحكام السيطرة الأمنية بجميع النقاط والمنافذ الحدودية. كما أكد أن رجال حرس الحدود يواصلون العمل ليل نهار ويبذلون الغالي والنفيس من أجل حماية حدود الوطن وسلامة أراضيه. أعقبها عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز جهود قوات حرس الحدود والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية عبر مختلف الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي حرس الحدود، كما أشاد بالجهد الذي يبذله رجال حرس الحدود في التصدي بكل إصرار وعزيمة للمهربين والمتسللين والمخربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري عبر الحدود.
كما أدار حوارا مع مقاتلي قوات حرس الحدود، تناول خلاله تطورات الأوضاع بالمنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم باعتبارهم عيون مصر الساهرة التي تحمي حدود الوطن وتصون مقدساته. وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، فضلاً عن نجاحاتهم المتتالية في ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الممتدة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. دلوقتي خلينا نسيب حضراتكم مع تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، وخاصة طبعا قرارات الخاصة بقرار منح حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر. كمان معنا نفي الحكومة جمانة في التقرير ده بصحة الربط الإلكتروني المتداول لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة لأخبار تانية كتير هنتابعها في التقرير التالي. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر امبارح عدد من القرارات الخاصة بتقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار. كمان كان في قرارات خاصة بتقديم حوافز لمشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، ده غير تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين. الدكتور مصطفى مدبولي استقبل أيضاً وفد من أعضاء مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وأكد رئيس الوزراء على أنه تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء العرب والأفارقة بيمثل أولوية قصوى عند الحكومة المصرية، خاصة أنه في الوقت الحالي العالم كله بيواجه تحديات صحية واقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا والتطورات اللي بتشهدها الساحة الدولية. وبالنسبة للشائعات اللي انتشرت على صفحات السوشيال ميديا بخصوص وجود رابط إلكتروني لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً علشان يحصلوا على منح مالية، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي واللي نفت كل الكلام ده وقالت إنه مش حقيقي وإنه الرابط المتداول على صفحات السوشيال ميديا مزيف ووهمي. وفي كل الأحوال أي منحة أو مساعدات مالية بتقدم للأسر والفئات الأولى بالرعاية بيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.